يعني اليوم تتابع الشغيلة الصحية برنامجها النضالي المسطر خلال عدة شهور، والآن يعني تعلن أو أعلنت قبل هذه الوقفة ببرنامج شهري خلال شهر شتنبر 2018 على أساس وقفة احتجاجية كل أسبوع، وقد يتصاعد النضال إلى وقفات احتجاجية أخرى وإضرابات قد تكون يومين أو أكثر في حالة عدم التفات المسؤولين لملفهم حول التقاعد. اليوم كيوقفوا مستخدم المركز الاستشفائي ابن رشد رغم ظروف ديال الكونجيات وديال انشغال الشغيلة الصحية في إضرابات أخرى فيما يتعلق بالممرضين والتقنية الصحة. الآن يقف مستخدمون بالمركز الشفاء ابن رشد ليؤكدوا على مظلوميتهم فيما يخص التقاعد، فهم لا زالوا مصرين على تحقيق المساواة بينهم وبين زملائهم في المركز الاستشفاء ابن سينا وموظفي وزارة الصحة. فما دام الجميع يخضع لنظام الوظيفة العمومية فيما يتعلق بالأجور والتعويضات ونظام الترقية، فالسؤال لماذا التمييز بينهم في التقاعد؟ يعني مستخدم ابن سينا وموظف وزارة الصحة يستفيدون من الصندوق المغربي للتقاعد، وباقي المستخدمين يخضعون للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يعطيهم نصف ما يتقاضاه زملائهم في ابن سينا وزارة الصحة. فهم لا زالوا يتساءلون لماذا هذا التمييز والكيل بمكيالين بين مستخدمي وزارة الصحة في القطاع العمومي. لذلك من المطالب الأساسية ديالهم هو تحقيق المساواة فيما يتعلق بالتقاعد وتعديل الفصل 71 و72 الذي يكرس التمييز ونوع من العنصرية والكيل بمكيالين بين المستخدمين. وحنايا من هذه الوقفات دائما نتأمل من المسؤولين أن يستمعوا بآذانهم ويلتفتوا إلى هذا الملف ويحققوا ويجدوا الحلول المناسبة، وهي موجودة والحمد لله، ولا تكلفوا من الناحية المالية أي شيء. اختي واحد الوقفه احتجاجيه اللي كيطالبوا فيها الشغيله الصحيه بالحق ديالهم، وماشي هذه اول مره، هذه وقفات احتجاجيه متتابعه، ولعل الاصوات ديالنا توصل للحكومه. حنا كنطالبوا ما بعد التقاعد، لان من بعد التقاعد فين كيعانيوا الشغيله الصحيه وبعض الموظفين اللي خرجوا ولو تقريبا كيسعاو. كنطالبوا بالتسويه بالاخوان ديالنا بالرباط، المركزيات اللي تزادوا جداد اللي من بعد اللي عندهم التسيير الذاتي لوتونومي، ومن بعد اللي عندهم ليغكار راه مساكن غاديين يخرجوا بواحد الحاله يرثى لها. هذه النقابات ديال بنو رشد هما اللي واقفين باش يتحدوا في هذا الملف ديال التقاعد اللي كنطالبوا باش يتحل في اسرع وقت، لان الناس بداو كيخرجوا سورتو في بنو رشد، الناس بداو كيخرجوا في التقاعد وكيخرجوا بسالير ولا بواحد الراتب شهري اللي ما يضمن لهم لا قرايه ولادهم ولا صحتهم ولا يعني ما يضمن لهم الحياه الكريمه ما كايناش. وهذا الشيء اللي علاش حنايا كناضوا هنا وكنتمناو تكون اذان صاغيه لهذا الملف ديالنا اللي كنطالبوا فيه بحق من حقوق المواطن. إذا كان مواطن كريم كنطالبوا بتقاعد كريم، ما كنطالبوش بشي حاجة صعيبة. هو تقاعد خدمنا، اللي خدم 35 ولا خدم 40 ولا خدم 30 ياخذ التقاعد ديالو اللي يستحقه كأي موظف تاع الدولة. لكن كنتمناو أن الحكومة في جميع يعني المجالات ديالها، لا من مالية ولا من صحة ولا من برلمان ولا الحكومة بالرئيس ديالها بكل شيء لها يتضامنوا معنا في هذا الملف اللي كنطالبوا فيه بحق من حقوق المواطنة اللي هو تقاعد كريم. تكو، شكرا.